حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على امتثال ذلك الأمر، ولم يقتصروا فقط على الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته في خاصة أنفسهم، بل اجتهدوا في تعليم الناس ونقل ذلك على وجه البيان والإيضاح لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقلوا حركاته وسكناته، نقلوا قيامه وقعوده، نقلوا موضع يديه في أحواله كلها في القيام والركوع والسجود وبين السجدتين، فنقلوا نقلا مفصلا دقيقا لصلاته صلى الله عليه وسلم، حتى نقلوا اضطراب لحيته في صلاته صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بذلك على أنه كان يقرأ في السرية صلى الله عليه وسلم، بل الأمر أبعد من ذلك، كانوا يسألونه عن ما أشكل عليهم مما لم يتبين لهم. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته، ماذا يقول فيه، عن سكوته بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة ماذا يقول فيه. فهذه العناية البالغة والاحتفاء الجلي الظاهر بأفعاله صلى الله عليه وسلم وأحواله في الصلاة يتبين بها أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا على غاية الحرص في الامتثال لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي.